السلام عليكم. احنا فين؟ في عزبة البرج دي اللي قصادنا، دي اسمها عزبة البرج، لكن احنا هنا في مدينة رأس البر. لو عديت بس كده نبقى في عزبة البرج. ايه بقى شهرة عزبة البرج؟ شهرة عزبة البرج ان تقريبا 90% من الناس صيادين، فعارفين كده لما يبقى عندك عربية في البيت هو بقى عنده مركب، فكل الناس دول عندهم مراكب اهو، وكل المراكب مركونة قدام البيت بتاعهم، اللي هو الألوان اللي انتوا شايفينها دي، دي بيوت الناس الصيادين والمراكب بتاعتهم مركونة تحت البيت. تخيل انت بيتك تحته المركب بتاعتك. فمن هنا بقى ده نهر النيل فرع مدينة دمياط، يودي اللي انتوا شايفينه قدام ده بقى البحر المتوسط، ده مصب النيل على طول. احنا قدامنا دقايق بسيطة ونبقى قدام مصب نهر النيل في البحر المتوسط، اللي هي يعني مدينة دمياط عامة فيها فرع من فروع النيل، ومدينة اسكندرية او محافظة الاسكندرية فيها الفرع الثاني اللي هو بيصب برضو في البحر المتوسط. الميزة الحلوة بقى انت تشوف هنا المراكب وهي راكنة كده زي العربيات اللي راكنة في جراج مثلا، فهم الناس راكنة قدام المحلات بتاعتهم، قدام البيوت بتاعتهم. طيب لو في واحد المركب عايز صيانة او اي حاجة، لو انت عايز صيانة لعربيتك بتروح للميكانيكي، هنا بيروح للراجل ده اللي بيصين ال ثانية واحدة هتلاقي الصورة ظهرت قدامك. ايوة هنا بقى الصيانة اللي بتحصل للمراكب في المكان ده بالظبط، بيعملوا صيانة للمراكب بتاعتهم، وفي كذا واحد كمان، مش ده بس، في كذا واحد بيعملوا صيانة للمراكب. وبعدين تقوم نازلة على طول المركب في قلب النيل وتنزل بقى ويشتغلوا في الصيادة. اللي يعني اكتر حاجة مشهورة في مدينة عزبة البرج هي قصة الصيد. الناس طبعا هنا قاعدة اهي، وهتلاقي مراكب صغيرة وهتلاقي مراكب كبيرة وهتلاقي لانشات وهتلاقي كل حاجة. واحنا هنا فين بقى يا جماعة؟ احنا هنا في رأس البر، يعني هنا كورنيش النيل في رأس البر. الكورنيش ده بيودي اخره كده حاجات بسيطة، لسه قدامنا حاجة بسيطة، وتلاقي البحر الابيض المتوسط، النيل في البحر على طول، اللي هي منطقة اللسان بتتسمى كده في رأس البر، اسمها منطقة اللسان. وده بقية الكورنيش، في تقاطع كده وبعدين بقية الكورنيش، فالكورنيش طويل جدا، في فنادق، في حتت للمشي. بس عشان يعني المكان اللي انتوا شايفينه فاضي ده يا جماعة صعب جدا تلاقيه فاضي، المكان ده يعني في الصيف مثلا بيبقى زحمة كبيرة جدا من الناس، لكن انتوا عارفين بقى الكورونا واحنا لسه ما جناش الموسم، فتلاقي الدنيا قليلة. اكتر حاجة مشهورة بيها كمان عزبة البرج علاوه على قصة ان هم الصيادين، البيوت الملونة اللي موجودة على النيل على طول، يعني بيت تحت البيت النيل، يعني ممكن ينط من الشباك يخش على النيل على طول.